الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نحن الليلة في ليلة عيد الفطر، أسأل الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والسعادة. نحن الآن نوزع زكاة الفطر، والأخ حنان جزاه الله خير يساعدنا في هذه التطيرة كما يقال بتوزيع زكاة الفطر. سنسأله الآن عن حال الفقراء الذين يسلمهم زكاة الفطر، هل يفرحون بها أم لا؟ وهل هم بحاجة إلى هذا الطعام أم كما نسمع أن الفقير لا يحتاج إلى طعام؟ السلام عليكم أخي حنان. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية، والله يجزيك خير، الله يبارك فيك على تبرعك بوقتك أن توزع معنا صدقة الفطر. شكرا لكم، نحن لنا الفقر. الله يكتب أجرك ويعزك ويبارك فيك. بارك الله فيكم. أخي حنان، وعم نسمع طول الشهر نعم أن الفقير لا يحتاج إلى طعام. نعم. فهل هذا صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. الفقير بأمس الحاجة شيخنا للطعام. بأمس الحاجة. بأمس الحاجة للطعام. للطعام. يعني انت الان لما تاخذ الطعام عم تدق باب الفقراء وتعطيهم اياه، عم يتقبلوه؟ هي فرحه كبيره وسرور لهم، واحلى شيء عم تطبخ لهم يعني رعايه البيت الصبح طبقه بعد صلاه العيد، بيكونوا مسرورين للاطفال، وهذا ثواب عظيم لنا ولكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. كفى عليه وفى الى الجنه ان شاء الله. يعني الفقير عم يشوف الرز، عم يجيب الفريكه، عم يشوف الطعام الطيب، عم ينبسط. شيخنا بيمس الحاج الفقير. بيمس الحاج. نعم. الله اكبر. بارك الله بكم. لكن هي ما بده طعام وشراب، هذا مو فقير. لا 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 لا، بيمس الحاج طعام. الله اكبر. للفقير. اخواني، يعني كما سمعتم هذا الاخ جزاه الله خير يتبرع بوقته حتى يساعدنا في توزيع صدقه الفطر. الفقير اخواني بيمس الحاجه الى هذا الطعام، ويسر الفقير جدا 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 عندما يطرق بابه الان. اخواني تصور الان طرق الباب عليك، فتحت من زكاه الفطر، والله يسر فيها الفقير يا اخوان، يسر كثيرا جدا. خصوصا اخواني الان الاخوه جزاهم الله خير، يعني عم طلعوا رز جيد، فريك جيد، الفقير ما عم ياكله. يعني الفقير طول العام شو عم ياكل؟ رز مكسر، رز تعبان، هذا اللي عم ياكله اخواني. نعم. فلما عم يجي رز ظريف، فريكه جيده، والله عم يسر الفقير. اتقوا الله في الفقراء واياكم ان تهضموهم حقهم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا متابعه هذا النبي العظيم صلى الله عليه واله وسلم في الاقوال والافعال والاحوال. اللهم امين، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.